السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية معطرة بالود والاحترام لكم جميعا أصدقاء القناة ومنتسبيها وكافة الزوار الكرام. يطيب لي في هذا الفيديو أن أستعرض برفقتكم نتائج الربع الثالث لهذا العام 2023 لشركة من الشركات المدرجة في السوق السعودي من باب تبادل الخبرة والمنفعة فقط وليس للتوصية أو ما شابه. هذه الشركة أيها الأحبة هي شركة المراعي. المراعي هي شركة سعودية عابرة للحدود معروفة، لا يختلف اثنان على قوتها وجدارتها، وهي تعد بحق واحدة من الشركات الوطنية الباعثة للفخر لنا جميعا. تباع منتجاتها طبعا في كافة دول الخليج وبعض البلدان العربية. نشاطها معروف، يعني يشمل الزراعة وإنتاج وتصنيع الغذاء. رأس مالها 10 مليار ريال مقسمة على مليار سهم بقيمة اسمية للسهم يساوي 10 ريال لكل سهم. طبعا الشركة توزع ريال واحد في الشهر الأخير من كل عام، يعني شهر 12 تعطي ريال للمساهمين، هذا ما جرت عليه العادة في الثلاث سنوات الأخيرة، لكن قبل كانت تعطي 80 هللة أو 85 هللة ما أتذكر مضبوط، لكن موجود في موقع التداول كل التفاصيل. هي أول شركة أعلنت عن نتائج أعمالها لهذا الربع، أي الربع الثالث من 2023، والتي أتت كما تشاهدون الآن. مبيعات هذا الربع تقريبا ثابتة، تميل إلى الأفضلية عن الربع المماثل والسابق، إلا أن صافي الربح بعد الضريبة والزكاة كان أفضل من المماثل بنحو 5% وأقل من السابق بنحو 13%. أما مبيعات فترة التسعة أشهر الحالية فهي أفضل من المماثلة في العام السابق بنحو 5.5%. كذلك الأمر بالنسبة لصافي الدخل بعد الضريبة والزكاة، حيث أتى أفضل بنحو 19.5% عن صافي أرباح الفترة المماثلة من العام السابق. وعليه فقد ارتفعت حقوق المساهمين عن الفترة المماثلة بنحو 7.5%، حيث بلغت قرابة 17.5 مليار، يعني علي أذكرك بإيش؟ برأس المال للشركة اللي يساوي 10 مليار، يعني 17 مليار ونص حقوق مساهمين و10 مليار رأس مال. هذا يعني أن الشركة ربما، طبعا أنا العلم من الله سبحانه وتعالى، ربما في طريقها لمنحة أسهم مجانية للاستفادة من هذا الرصيد الضخم الموجود في حقوق المساهمين. طبعا هذا إذا أرادت التوسع في مجالات استثمارية أو أنشطة جديدة مستقبلا يعني. أما ربحية السهم لفترة التسع شهور الحالية فقد وصلت إلى ريال وواحد وسبعين هللة، وهي أفضل بكل تأكيد من ربحية السهم لفترة التسع شهور المماثلة من العام السابق والتي كانت ريال وثلاثة واربعين هللة. أما عن أداء السهم هذا العام فقد تمكن كما ترون على الشارت اللي أمامكم من اختراق حاجز 60 ريال صعودا في 13 من يونيو 2023، واستمر في تحقيق قفزات سعرية فوق 60 طبعا حتى اخترق 65، ثم اخترق حاجز 70 ريال في جلسة الخميس الموافق 27 يوليو، ولكن بكل أسف لم يستمر، وسرعان ما عاد أدراجه مباشرة في الجلسة التي تليها حتى كسر حاجز 60 ريال في جلسة يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، وهو الآن في سعر 57 ريال. الجدير بالذكر أن توصيات المحللين عن هذا السهم أتت يعني في معظمها محايد، فكما ترون الآن الراجح المالية والجزيرة كابيتال والأهلي المالية يوصون بالحياد، بينما شركة أوبر كابيتال توصي بالاحتفاظ. طبعا هذا كل شيء عن شركة المراعي، أذكركم أني أقرأ النتائج ولا أوصي بأي شيء مما ترونه أمامكم في الشاشة. ألقاكم في مراجعة أخرى لنتائج إحدى شركات السوق مع فائق التقدير للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.